عليكم، لاباس عليكم، كل شيء بخير. نتمنى على الله انكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. الوغ اليوم جيت باش نبارك لكم في عيد الاضحى، عيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعودوا ان شاء الله، وكل عام وانتم بالف خير وبصحه جيده. كذلك جيت اليوم باش نحط لكم واحد العرض، بما انه بمناسبه هذا العيد، هذا عيد الاضحى. الاخوات اللي معايا في دار الصناعه في ضمن المسابقة اللي كنديروها كل أسبوعين كانوا خدموا واحد المنتوج اللي هو بمناسبة هذا العيد، هذا اللي باش يفرحوا به ويفرحوا بريوسهم، إما يفرحوا بريوسهم ولا بوليداتهم ولا بشي واحد من العائلة ديالهم. ألوغ غادي نشوفوا هذا العرض جميع هذا النهار هذا، ولكن قبل ما ندوز لهذا العرض هذا بغيت نجاوب على بعض الأسئلة اللي كتطرح عليا بزاف فيما يخص دار الصناعة. تيقولوا لي شنو هي دار الصناعة، فين كاينه دار الصناعة، كيفاش نديرو باش نلتحقوا بهاد دار الصناعة. دونك هاد الأجوبة على هاد الأسئلة كلها هي اللي غادي تكون في هاد الفيديو هذا. الوغ بالنسبة لمجموعة دار الصناعة، دار الصناعة هي مجموعة كاينه على الواتساب، ياك. الوغ هنايا كنت انايا شحال هادي راه شي فايت سنتين، راه يمكن سنتين ونصف ولا، اللي كنت درت واحد فيديوهات وقلت بان راه غادي نكونوا واحد المجموعه على الواتساب اللي غادي نسميوها دار الصناعه مع خيره. اللي بغات تلتحق به اتصل بيا في الانستغرام وندخلها في هاد المجموعه هادي ديال الواتساب. الوغ فعلا داكشي اللي كان، وكونا واحد المجموعه في دار الصناعه ديال دار الصناعه في الواتساب، ياك. وهذيك المجموعه بقات كتشتغل فريمون، تطورات بزاف. وراكم كيلاحظتوا راني كل مره كنحط فيديوهات ديال المنتوجات ديالهم اللي كيخدموهم ضمن المسابقات اللي كنديروهم حنايا في هاد داخل هاد المجموعه هذه. الوغ انا راني فخوره بهاد الاخوات، فرحانه بهم لانهم مجتهدات، لانهم طموحات، باغين يوصلوا، باغين يحققوا بزاف ديال الحويجات. هما عندهم الرغبه، عندهم الهوايه، ولكن كان يخصهم شي واحد اللي يدفعهم واللي يشجعهم. وهاد المجموعه هذه دارت هذا الدور، هذا شجعتهم، دفعتهم، وخرجت منهم داكشي كله اللي كان عندهم لداخل. انا فرحانه بهم وهما كذلك فرحانين بهاد المجموعه هذه، والله يخلي هاد المجموعه دائما تبقى دائما مستمره. الوغ هذه هي المجموعه ديال دار الصناعه، دونك كاينه على الواتساب و فوالا. وكنديروا اعمال، كنديروا اعمال، المهم كنتجتمعوا يوميا، رحنا مجتمعين، ولينا عائله وحده، كنتعرفوا مع بعضياتنا، ولاو بزاف اللي يكونوا اصدقاء منهم بعضياتهم، كاين اللي مشاو من مدينه لمدينه عند ناس اخرين منهم. معنا جزائريات، معنا تونسيات، معنا اخوات من فرنسا، كانوا معنا اخوات من السعوديه، اخوات من ليبيا، كاين بزاف اخوات من الدول العربيه، كاين اللي ما بقاوش معنا اللي غادروا تشوف الظروف ديالهم وهذا، وكان اللي باقيين معنا. والحمد لله والشكر لله، المجموعه ولات عائله واحده. دونك فوالا، هذه هي كلمه اللي كنت بغيت نقول في حق المجموعه. الوغ اليوم شنو اللي جيت باش ندير، غادي ان شاء الله نحط واحد العرض ديال الاخوات ديال المنتوج ديالهم. الوغ في هذا الدرس هذه تعلمنا الخياطه، تعلمنا الطرز، الطرز ديال الطرز البلدي، الطرز ديال الغرز الاساسيه، الطرز ديال بوينت كخوا، تعلمنا الباتشورك، تعلمنا كذلك الابليكي، تعلمنا بزاف ديال الحوايج، تعلمنا لوازم المطبخ، لوازم الرضيع، لوازم العروس، بزاف ديال الحوايج اللي تعلمناهم هنايا واللي درنا عليهم مسابقات. الوغ في هاد الاواخر، في هاد الايامات الاخرى، ولينا كنديروا مسابقات على الطرز. اخوات اللي معنا اللي ما عمرهم كانوا بعد منهم، اللي سبق ليهم كري داروا البوينت كخوا ونساوه، ما بقاوش كاع خدموا فيه، وعاد دابا تفكروه ولاو من جديد. وكاين اخوات اللي ما عمرهم كاع خدموا هاد البوينت كخوا ولا الطرز بالغرز الاساسيه ولا حتى شي حاجه، ودابا دايرين طريزات زوينين بزاف. راك شفتوهم في
في العروض اللي كنت حطيتهم قبل كيفاش كانوا. واليوم درنا تطبيق ديال الطرز اما بالغرز الاساسيه او لا بالطرز ديال البوان كوا على طابليه فواطا او لا طابليه او لا ديلانتا كما كيقولوا ليها في الشمال عندنا هنا في المغرب. دونك داروها وجدوها للعيد باش يفرحوا بها. وهذا كان تابع لواحد الدرس اللي كان انا عاد عطيته لكم، درس طابليه ودرت فيها واحد الطريزه خفيفه هكذا بالبوان كوا. و فوالا الوغ كنا بان نديروا التطبيق على على الطابليه بالطرز، وطابليه تكون مميزه، كل وحده ديرها بالشهوه ديالها وبالشكل ديالها اللي بغات، اما ديرها لراسها ولا لبنيتها ولا الحفيده ديالها ولا الام ديالها ولا تعطيها هديه. المهم تكون شي واحد غادي يلبسها وغادي يفرح بها نهار العيد. الوغ ما نطولش عليكم بزاف، نشوفوا هذا العرض. هذا
كما شفتوا هذا العرض كيفاش كان داير، كان عرض جميل. انا عجبني بزاف، انواع جميله. الوغ هنايا الى لاحظتوا واحد التطور كبير كبير كبير، حتى من ناحيه التصوير. من ناحيه التصوير في البدايه ديال 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 دار الصناعه كانوا الاخوات كيحطوا كيصوروا كيحطوا، كان كيحطوا عشوائي كيما جاب لهم بالهم كيصوروا ويحطوا. دابا كتشوفوا بان التصوير تغير بزاف، وبزاف الطريقه ديال الحطه ديال المنتوج تغيرت. هادشي كله تعلموه في دار الصناعه، والحمد لله والشكر لله. دونك فوالا لوغ كاين واحد التطور كبير، واحد الاجتهاد كبير، وحتى الاخوات دايرين جهدهم ومن اكثر من جهد ديالهم في لي ديبات، في المشاركه، وهذا هو اللي كيخليهم انهم يتنموا، انهم يزيدوا القدام. المشاركه ضروريه، وداكشي اللي كنأكد عليها انا دائما، واخا يشاركوا غير اقل ما كاين، المهم المشاركه تكون، ويعرفوا راسهم بانهم ملتزمين باش يديروا واحد الحاجه، وعندنا واحد الالتزام، واحد باش يتعلموا حتى الالتزام في كل شيء، ماشي غير هنايا في المجموعه، ولكن في الحياه كلها، لانها شي حاجه اللي هي ضروريه. دونك فوالا لوغ نتمنى على انكم تكونوا استمتعتوا معايا بهذا المشهد الرائع. ومازال المشاركه هذه المره راه كانت قليله، لان كانوا ظروف، كاين اخوات اللي عندهم ظروف، كاين كذلك الامهات اللي لاهين مع الابناء ديالهم في امتحانات البكالوريا. دونك جات في واحد الوقيته اللي شويه مزيرين، كاين العيد، الاستعدادات للعيد وهذا، دونك هادشي باش كانت المشاركه شويه قليله. الو نتمنى على الله انكم تكونوا استمتعتوا معايا بهذا العرض الرائع، ونتلاقاو ان شاء الله في شي عرض اخر او لا في درس اخر ان شاء الله. الو نعاود نكرر لكم عيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله، وانتم بصحه جيده. السلام عليكم.